أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد ما تم رصد توهجات شمسية تصل إلى الأرض في غضون 8 دقائق وأدت لظهور بقع على سطح الشمس، هنوضح لحضراتكم التفاصيل وهنوضح أيضا سلبيتها ومدى تأثيرها على الأرض والطقس. كشف أحد المواقع عن إطلاق الشمس ما لا يقل عن 8 توهجات شمسية أمس الأربعاء، متوقعا حدوث المزيد من ظهور بقع شمسية على سطح الشمس، حيث تسببت في أحد التوهجات الشمسية القوية من فئة M6 ما أدى لانقطاع لاسلكي قصير فوق المحيط الأطلسي. التوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات عن الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي ينتقل بسرعة الضوء، وتصل الموجة منها إلى الأرض في غضون 8 دقائق من خروجها من الغلاف الجوي للشمس، وتتعدد هذه التوهجات من حيث قوتها، فتعد الفئة الأقوى منها هي الفئة X، تأتي قبلها الفئة التي تم رصدها بالأمس وهي M. أما البقع الشمسية فهي مناطق أغمق لوناً وأكثر برودة في الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي للشمس، حيث تكون عبارة عن خطوط المجال المغناطيسي للشمس ملتوية ومتوترة، وتكون التوهجات الشمسية في بعض الأحيان مصحوبة بانبعاثات كتلية إكليلية، وهي عبارة عن غيوم من البلازما الممغنطة تنتقل ببطء أكبر بكثير من التوهجات، وتستغرق ما يصل إلى 3 أيام للوصول إلى الأرض. وتميل الانبعاثات إلى إحداث مزيد من الاضطرابات لعالمنا المعتمد على التكنولوجيا، حيث أنها تؤدي إلى عواصف مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي عندما تتفاعل معه. وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات لصدى البلد أن التوهجات الشمسية وغيرها من الظواهر مثل البقع الشمسية والعواصف يتم توظيفها تحت دورة النشاط الشمسي، وهذه الدورة متوسط عملها حوالي 11 عاما، ونحن حاليا في السنة الثالثة من الدورة 25. ونوه أيضا أن تأثير النشاط الشمسي في بداية الدورة يكون أقل ويزداد تدريجيا، بحيث تصبح أقصى فترة للنشاط الشمسي في منتصف عمر الدورة، وبعد ذلك يتدرج في الانخفاض حتى نهاية الدورة. وأكد جاد القاضي أن معهد البحوث الفلكية يرصد كل النشاط الشمسي بشكل يومي من توهجات وبقع وكل ما يتعلق بسطح الشمس إلى جانب التقارير الدولية، وأشار إلى أن هذا النشاط الشمسي يؤثر على الأقمار الصناعية وحركة الملاحة الجوية في حالات كان النشاط شديدا، ويتم قاسية من درجة إلى 5 درجات، بحيث يكون ضعيف عند درجة ومتوسط عند 3 درجات وشديد عند 5 درجات. وعن مدى تأثيرها على الأرض، فأشار رئيس معهد البحوث الفلكية إلى أن الدورة الشمسية هادئة نسبيا حاليا رغم أننا في السنة الثالثة، لذلك فالتوجهات الشمسية التي تم رصدها أمس ليس لها أي تأثير سلبي على الأرض، ولا توجد علاقة بينها وبين التغيرات المناخية ومواعيد الفصول، وإنما يكون تأثيرها على الطقس الفضائي، بمعنى أنها تؤثر على الأقمار الصناعية والمحطة الدولية للفضاء، وبناء على ذلك فتأثير النشاط الشمسي يكون على الطقس الفضائي وليس طقس الأرض، وبالتالي لا تتأثر الفصول بها. أيضا قد تنبأ مكتب الأرصاد الجوية للطقس الفضائي في المملكة المتحدة في تقريره الأخير الصادر أمس بمستويات منخفضة من النشاط الشمسي في الأيام المقبلة، مع إمكانية حدوث المزيد من التوهجات من الفئة M، مع احتمالات لحدوث توهجات شمسية من الفئة M اليوم بنسبة 75%، واحتمالات لحدوث توهجات من الفئة X بنسبة 15%. هذه كانت كل التفاصيل حول رصد توهجات شمسية تصل إلى الأرض في غضون 8 دقائق وأدت لظهور بقع على سطح الشمس. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.